السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مستشار الرئيس للشؤون الصحية يتدخل بقوة في حالة الاعلامي وائل ابراش واصابة الاعلامي مفيد فوزي بالكورونا. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ده كله صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا نبدأ. بسم الله. هبدأ معاكم بحالة الاعلامي مفيد فوزي وما نشر عنه خبر إصابته بكورونا. الإعلامي مفيد فوزي نشرت بنته حنان على صفحتها وقالت إن والدها مصاب، عمل مسحة لكورونا من أسبوعين وطلعت المسحة إيجابية، ولكن هو حالته إلى حد كبير مستقرة. مستقرة بمعنى إنه محتاجش لسه يروح مستشفى، واللي بياخد بروتوكول العلاج بتاعه في البيت مش محتاج مستشفى، ولكن هناك بعض اللي عنده بقى ضيق في التنفس وصعوبة بس في الكلام، ولكنه حالته إلى حد كبير مستقرة. كما نشر الناقد طارق الشناوي إن الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله هيعبر الأزمة بتاعت كورونا ويعدي منها على خير، وفضل بقى يمدح فيه ويقول شوية كلام كتير عنه كده انه مش بيقلد حد ولا حد هيعرف ابدا بعد كده يقلده، وقاله ان شاء الله تعبر المحنة دي على خير وترجع لينا بالسلامة. ادخل معاكم بقى في قبل ما نروح على الخبر الاهم في فيديو النهاردة، ندعو له طبعا بالشفاء هو وكل المصابين. معرفش كورونا جاي على الاعلاميين قوي كده ليه، بس كل واحد باخد نصيبه. هبدأ معاكم كمان دلوقتي في حالة الاعلامي وائل الابراشي. تدخل مستشار الرئيس للشؤون الصحية في حالة الإعلامي وائل إبراشي واتخذ القرار اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عن فعالية لقاح كورونا، والكلام ده قاله في مداخلة هاتفية، وان اللقاح اثبت فاعلية كبيرة جدا، وان في ناس معينة هتاخد اللقاح ده من ضمنهم كبار السن والمؤسسات في الدولة وكمان الاطباء وبعض الناس. كما انه أكد للناس إن هو بيقلل من مدى الإصابة بالفيروس. كمان كشف في تاج الدين إن حالة الإعلامي وائل إبراشي ويسرى، خلاص يسرى بدأت تحسنت ونتيجتها طلعت سلبية ومش مستدعية أبدا تكون في المستشفى، ولكن أكد إن الإعلامي وائل إبراشي سيحظى باللقاح بتاع فيروس كورونا، وذلك بعد لما عملوا له كمان مسحة والمسحة طلعت هي كمان إيجابية عملوها، وده هيخليه يقعد كمان 5 أيام في المستشفى وقدامه وقت كبير عما هيخرج، لأن ده لازم يتأكدوا من مسحة جديدة عشان يشوفوا مدى نتيجة المسحة الجديدة هتكون ايه. ولكنه الى حد ما حالته مستقرة. دي كانت تالت مسحة يعملها، الاولى طلعت ايجابية والتانية طلعت سلبية والتالتة طلعت ايجابية. ده اللي استدعى ان مستشار الرئيس للصحة يتدخل في حالته. طبعا الاعلامي وائل الابراشي في ناس كتير بتحبه، فطبعا كان لازم يحصل تدخل اللي حصل ده. كما أكد تاج الدين إن مفيش دولة في العالم ممكن تعمل لقاح كورونا لكل الشعب، ولكنهم هيختاروا ناس معين، وكان من ضمنهم الإعلامي وائل إبراشي إنه طمن الناس إن إن شاء الله حالته هتستقر، ولو حصل في الأمور أمور هيتلقى اللقاح. طبعا بتمنى لكم كمان الشفاء، وبتمنى له هو كمان الشفاء ولكل المصابين مرضى كورونا. اللهم ارفع عنا البلاء، امين يا رب. بشكركم جدا على حسن المتابعة، ما تنسونيش في لايك ودعم للقناة. شكرا، سلام عليكم.